كلبه يقول اليوم الشارجه صفراء. قاصين اعمار ما هي شارجه صفراء، هي بعد ما تطلع لهم لسان. نحن هني بناكلهم وبنروح بس ما بنسوي لهم سالفه. مباراة خرفة كان يشجع اتحاد كلبه، يشجع كل النواهي. والله كو داخل ياس طبل ويا اتحاد كلبه يقار يا اخي. انت واثق من فريقك؟ اكيد اكيد ما يباله، يعني نحن جاي ناخذ 3 نقاط ونروح. شو طموح الشارجه؟ منافسه السلام. ما نلاوز الفرق شوي نخلي الدوري حلو نسمه هو وجود الشارجه طبعا. قادرين على شباب الاهلي فرق 11 نقطه ان شاء الله. ليش لا؟ اليوم بس يخسرون الفجيره ونحن نرجع وازع الفجيره اروح. الملك غير. الملك غير طبعا. الملك منو؟ انت جاوب. شباب الاهلي. لا 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 انت خضراوي صبغه. ايه صدقني ملك شرجاوي طال عمرك. ان شاء الله ننافس من الاوائل وكاس رئيس الدوله واسيا ان شاء الله. واثقين على الفريق؟ واثقين ان شاء الله. راضين راضين عن العبري وراضين عن اللعيبه وموجودين عادي. 4 خسائر من التالي عادي عادي الحمد لله. الصين طابت مصدرين وخلاص ما دام العنبري ان شاء الله متني خير. الباويه متفائلين؟ لا لا اليوم فوز 4-5 ان شاء الله. ان شاء الله طموح الدوري ان شاء الله ما بيروح عنا ان شاء الله جايبين ان شاء الله. انتم متفائلين يعني على الكاس ولا الدوري؟ والله ليش مو الاثنين؟ ان شاء الله الاثنين ان شاء الله كل شيء فيه. قادرين على شباب الاهلي؟ اكيد هاتوهم. الاغلاط تستوي شو نسوي بعد؟ الله قدره. بس طعم الديربي غير. بنجرب بنعرف. خسرنا مباراة خرفكان كانت يعني سهلة بس فريق استهدر وبعدنا ضد فرق صغار كالعادة ما نعرف شو الغلطة ما نعرف الغلطة وين. لا ان شاء الله عنبري قدها وهالمباراة. كلباوية متفائلين في هذا الملعب؟ لا لا نحن متفائلين بعنبري ان شاء الله نحققها ان شاء الله. يقولون الشارقة صفراء اليوم. لا لا الملك غير. الملك غير. اسمح لي عاد خاصة ملعبنا نحن اليوم يوم النهوض ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بنفوز وبنستمر في الانتصارات ان شاء الله. كلباوية متفائلين في هذا الملعب. ديربي ان شاء الله. ديربي دائما يبتسم للشارقة ان شاء الله. يقولون الشارقة صفراء اليوم. لا 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 بيضاء دائما. صح انه ما في امل بس ان شاء الله نطمح. 4 خسائر متتالية ما مشكلة بعد الدوري بعده ان شاء الله نفوز والفال لهم ان شاء الله. كلباوية متفائلين وايد. ما مشكلة كلنا اخوان كلبه ولا الشارقة كلهم اخوان وكلهم عيال سلطان. والله اليوم يا شم ريحة نادي الشعب وهذا ملعب انتصارات نادي الشعب. هم خسروا في ملعبهم الطاف واحنا جايين هنا بس ما بيفوزوا ان شاء الله. الشارجة ما بيفوز اليوم؟ لا لا اليوم الشارجة صفرة اليوم. بس شجع شباب الاهلي؟ اكيد اشجع 13 نادي انا. والله يا يضحك على الشرجاوية لان هذا مكانهم هذا مستواهم. فايزين ان شاء الله ما بصير 5. كلباوية متفائلين اليوم؟ ما عليه ها ملعب انتصارات بدنا نفرح اليوم ان شاء الله. يقولون الشارجة صفراء اليوم. لا لا بس وقفنا الخسائر بنفوز اليوم. شو طموح الشارجة؟ عندنا بطولة كاس بطولتنا ما عليك كاس الدوري خلاص. شو كلبة اليوم؟ وابي كلبة نار النسور نار اليوم جايين مرة 3 نقاط رايحين شاب ما طرب. غلاب النسور غلاب اسمع بس اسمع الطرب بتلعب معانا ليه ليه شرقاوي يلعب معانا ليه ماكلينه. الشارجة مش سهل ماشي ماكلينه اليوم. اثنين تعال يا اخي
طموح كلبه. طموح كلبه والله يشوف بالنسبه لهم هم كذي اوكي، بالنسبه لي انا ما بها طموحي. مش راضي على الفريق؟ يعني الواحد بيكذب لو بيقول مو براضي. كوضع كذي انه باقين يعني هم كاهداف للاداره بقاء اوكي، اما بالنسبه لي انا لا والله. يعني لمتى احنا، من متى احنا ياسين نلعب كره وكذا، لمتى بنتم في نفس الوضع 10 11 10 11 سي ما ادري قدام يا ريال. انت تحس فريقك افضل؟ عند الافضل بالامكانيات المتوفره مفروض يكون افضل، اما ما اعرف كيف اقول لك، لا ذبحونا المحسوبيات. وصلنا مرحله الناس يسوون تيم يقول لايكات ما نروح نحط لكم، رتويت ما نروح نسوي لكم، شو تتكلم يا ريال؟ الله يوفق الاصفر. خلي نقول انت شو يا شارجة اليوم؟ اليوم ان شاء الله بخلص على الشارجة، بخلص عليهم ان شاء الله، ونحن جايين على اساس مثل ما تقول نثبت الخامسة. اليوم يوم مميز، بس اخترب شو اسمه الحظ بالنسبة لنا، يابا اقول كنا نبغى 2-0، بس الحين بنشوف الشوط الثاني ان شاء الله شو بيصير. ما عليك. وين جمهور كلبة؟ جمهور كلبة محب وعاشق للفريق، مؤازر لا موجودين موجودين، بس ما فيهم تحكم يعني، كل واحد وظروفه. قال لك علي سعيد امس جمهور الوفي اختفى. طموح كلبة البقاء اكيد، ما نبغي المنافسة، البقاء طالب بس. راضي على الفريق؟ والله بيني وبينك مو براضي بصراحة للحين، للحين مو براضي على الفريق. المفروض اليوم الحين الشوط الأول انتهى مباراة الشارجة، كنا مقدمين على الشارجة، أعطيناهم الفرصة 1-0، وممكن لكن إن شاء الله أملنا كبير في الله وفي الفريق وفي اللعيبة، وإن شاء الله الشوط الثاني يؤدي الأفضل. شوف هذا مكانكم الطبيعي؟ لا والله على حسب الانتدابات اللي عملتها الإدارة واللعيبة الموجودين والجهاز الفني الموجود، لا يكون مننا يعني في الوسط. طموح كلب البقاء في شو اسمه في الأضواء موجود، يعني يكون ما ينزل. ليش ما تنافس؟ لا المنافسة ما يقدر ينافس. أول شيء له مارادونا اللي عندنا جوجك، هيك الساعة بيكون يصير خير، لأن هذا صراحة هو أنا أشوف الجوجك اللي يعني كله جوجك جوجك، شو اللعب كله كامل جوجك جوجك، ما في غير جوجك في الملعب كامل هذا كله. يعني أنت الكرة أول ما تستلمها جوجك كله جوجك جوجك، يعني شو أوكي الوسط كله ماشي غير جوجك، لعب هجوم ما في خير حق جوجك، ما في هجوم عندنا احنا، مو هجوم عندنا. كايو لوكاس وتمرير خلف المدافعين، هذه حلوة التمريرة، حلوة اللعبة لريال مينديز، يا سلام يا سلام، هدف جميل. كلما انتصر يا العامري هذه التمريرة لكايو، يا سلام يا كايو يا عيني البرازيلي، كايو لوكاس يسجل ثاني الأهداف. أثرة صعبة كانت جوجاك، نقل كرة عرضية عالية لكنها تتخلص، تسديدة حلوة، يا سلام يا سلام يا أسامة، أمامية لريال مينديز، ريال مينديز، مينديز مينديز، راح مينديز، راوغ مينديز، لعيب يا مينديز، تمرير لمحمد خلبان، تسديدة وهدف ثالث يأتي للملك. خلصنا عليهم. بنتصدر بنفوز على العين، ان شاء الله بنجيب الدوري ان شاء الله. شباب الاهلي مش سهل. مو سهل يا الملك. الفضل لله سبحانه وتعالى، الفريق خرج اليوم بعده مكاسب، عوده الروح، تالق بعض الافراد مثل محمد عبد الباسط، ريان مينديز اليوم مستوى رائع، يعني على هالمستوى اتوقع عوده ايغور كورنادو بتضيف الكثير للفريق، بتشكل شكل نهائي للفريق. الملك قادر على المنافسه؟ نعم قادر ان شاء الله قادر، لكن ما بقول لك نحن تركيزنا فقط طموحنا دوري، لا نحن الله يسلمك طموحنا وتركيزنا تشريف في دوله الامارات العربيه المتحده في البطوله الاسيويه، تاهل للدور الثاني، طموحنا مشروع في بطوله الدوري سيدي، بطوله سيدي صاحب السمو كاس رئيس الدوله، ف طبعا كل هذه حقوق مشروعه للفريق وان شاء الله قادرين باذن الله. ودور الثاني ان شاء الله الشباب الاهلي بيشوف منه الملك، الملك هو شرجاوي، ما اقول غير الملك هو الحقيقي الشرجاوي، مو بالاهلي رعد جوكر، انا بس اقول حق رعد جوكر، اقول له الملك الحقيقي وين؟ الشارجه مو بالاهلي. تيجه الحمد لله، ناس ما قلنا هذا اللي نبغى في الملعب، يعني هاي الروح، لو هاي الروح ما حد يقدر يوقفني. صح ما صح ان الدوري خلاص حق الاهلي، والاهلي بعد قبل نتيجته 1-1، بعد نقول الله كريم. الاداء زين والنتيجه زينه، وان شاء الله مباراه العين بيطول وجه. حقيقه
حبيبي 3-1 رجعت لي وكنا متوعدين ان ترجع لي والحمد لله رب العالمين، لكن الله كتب مثل ما قلنا. كل مباراه وظروفها وان شاء الله القادم افضل وبيأدي. ما ترد كلبه وانت زعلان؟ لا ما زعل، ليش ازعل؟ ليش ازعل؟ حال الكوره هذه وكل مباراه بظروفها، في لعيبه في نقص، لكن ان شاء الله راضي على الفريق. ليش ما راضي؟ القلب ذا ليش ما رضي؟ يمشي في الدم. صراحه راداركم غير، راداركم راداركم جماهيري، راداركم يرفع من معنوياتنا، راداركم أسطورة لا تبدل، أسطورة على الجمهور وعلى الإمارة بأكملها، إمارة الشارجة الباسمة، والله يحفظكم إن شاء الله ويعطيكم المعنويات زود وزود، وتونا تونا وتونا وتونا عشان نحن نسمع أخباركم ونطلع على آراءكم. هلا بلا داركم، هلا هلا بالغالي، هلا هلا بلا داركم، هلا. مبروك كابتن، بعد كل مباراة تتحمل المسؤولية، شو كان دور الإدارة خلال آخر 4 مباريات معنويا مع اللعيبة؟ الإدارة في عمل كبير صراحة بالنسبة للأخوان، مش مجاملة، احتياجات الجهاز الفني صراحة هم يحاولون بشكل كبير أنهم يحاولون يستقطبون اللعيبة اللي نسعى لهم. طبعا أمور الاستقطاب في أطراف ثانية، لكن أنا أشكرهم على هذا التعاون الكبير صراحة معنا. هل عاد الملك للمنافسة؟ من عودة النتائج الإيجابية إن شاء الله. جزاك الله.